السلام عليكم ورحمة الله. هكلمكم النهاردة في عجالة عن موضوع إدارة وتقييم الأداء. أولا، مفهوم إدارة الأداء. إدارة الأداء هو نظام من شأنه زيادة التحفيز والإنتاجية للموظفين، ويميز بين الموظف متميز الأداء عن باقي الموظفين، ويظهر أهمية مساهمة أداء الموظف كفرد، وذلك من خلال منهجية ثابتة وواضحة ولغة واحدة لمناقشة تطوير الأداء والأهداف والحاجات التطويرية، وربط ذلك بشكل واضح بتحقيق استراتيجية المنافسة. في هذا الموضوع يا حضرات، هنتناول أسباب الأداء الضعيف وطرق التغلب على هذا الأداء الضعيف، ثم هننتقل مباشرة على أو إلى موضوع التغذية العكسية متعددة المصادر أو تقييم الأداء الشامل، اللي هو عبارة عن التغذية العكسية متعددة المصادر أو ما تعرف بالتغذية العكسية 360 درجة. هي تلك العملية التي يتلقى فيها الفرد تقييما من أكثر من مصدر واحد، وتلك المصادر هي المديرين والمرؤوسين والزملاء ومن الشخص ذاته. وهنتكلم في تفصيلات كثيرة عن هذا النوع من تقييم الأداء اللي هو التغذية العكسية متعددة المصادر، على أساس إن هي من أفضل طرق التقييم الحالية، واللي بني عليها قانون تنظيم الخدمة المدنية، اللي هو اتطبق في بعض الجهات ولم يطبق في الجهات الأخرى. وهترك لحضراتكم التفاصيل اللي انتوا تقروها في هذا الموضوع بإذن الله، وربنا يوفقكم. طبعا زي ما قلت لكم، هذا الموضوع في غاية الأهمية ونركز عليه كويس. شكرا يا حضرات.